لان السيد كيحطوا صوره على المغرب بدنا من التصريحات. قوه لوبي الفساد داخل بنت محمد اصبحت تعقل العمل ديال المجالس في هيئات كثيره من هيئات المحامين المغرب. خروج بعض الاصوات المناوئه للاجماع الشعبي المغربي لا يمكن ان يقام لها اي اعتبار. ملي كتكلم على الناس كيعطيو راه كلام خطير. اخطر ما يمكن ان يتسرب لمخيال الشعب المغربي هو ان المحامون المغاربه ضد ابناء الشعب في ولوج مهنه المحاماه. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه. عبد اللطيف وهبي في قلب عاصفه جديده. في هذا الاطار نستضيف رشيد ايتب العربي، عضو مجلس هيئه المحامين بالقنيطره. سي رشيد مرحبا بك. شكرا سي حميد، شكرا موقع بديل على الاستضافه. مرحبا سي رشيد. غنمشيو دابا للموضوع ديالنا اللي علاش استضفناك. هو لمسنا واحد الغضب ديالكم كبير من تصريحات السي عبد اللطيف. عبد اللطيف وهبي يقول في زمن كورونا وفي اللقاح وفي الاضرابات بغيتوا تركعوا الدوله، بغيتوا تفرضوا سلطانكم على الدوله. السياسي وظيفته ان وسلطه تنفيذيه ان البحث عن نقاط السياسي لن يخضع الدوله لاي شيئة كانت كيفما كانت. يريدون اخضاع الدوله، هذا تصريح خطير. طبعا تصريح خطير. من حتى يجي تيقول لك خصك دير لي في القانون شنو بغيت. الدوله هي اللي كتشرع الامور، لا تتم بلغهم واضح. قالوا انهم الدوله هي اللي كتشرع، حيت يجي يقول لي لا دير لي هذا الشيء ولا انا غنرفض لك هذا الشيء. الدوله ولكن الدوله كيفاش كتردوا على هذا الاتهام؟ السي عبد اللطيف الوهبي دائما يحاول تزوير الحقائق. السي عبد اللطيف الوهبي اعتقد انه بعد سنتين يمكن للمحامين المغاربه ان ينسوا ما وقع. ما وقع ابان ازمه الجواز او ازمه جواز التلقيح الذي منع بمقتضاه المحامون دخول المحاكم هو قرار تتحمل مسؤوليته الدولة. فالجميع يذكر واحد الدورية ثلاثية صدرت بين او توقيع ما بين رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية ووزارة العدل. كان المقتضى ديالها الاساسي هو منع كل شخص يريد دخول المحاكم الا بعد الادلاء بجواز التلقيح. وهذا في وحنا كنا محامون كنا واضحين، قلنا اودي راه حنا لا ناخذ اضرابا بل نحن منعنا من دخول المحاكم دون وجه حق. منعتم؟ نعم. ماشي كنتم منعنا من طرف قوات الامن ملي كتبغيو تدخلوا؟ طبعا لمده تقريبا 12 يوم أو لمدة 10 أيام، أعتقد 10 أيام في كل يوم. في كل يوم تجد المحامين حاملين محافظهم وبدلهم يريدون الدخول إلى المحاكم فيتمهم منعهم من طرف رجال الأمن بحجة امتناعهم عن إدلاء بجواز التلقيح، علما أن جواز التلقيح في ذلك الفترة لم يكن إجباريا، أو التلقيح في ذلك الفترة لم يكن إجباريا. كيف كيف يمكن ان نعتبر عمليه التلقيح عمليه اختياريه والولوج الى المرافق العموميه امرا الزاميا؟ وبالتالي فالكل لاحظ ان المحامون انطلاقا من صوابيه موقفهم امتنعوا كليا عن الادلاء بجواز التلقيح الى ان وجد الحل واصبح كل المحاكم دون الادلاء بجواز التلقيح واصبح الامر عاديا. اذا تبين ان الامر تبين في النهايه بعد 10 ايام ان المخطئ هو الموقعون على الدوريه الثلاثيه وليس المحامون. ما عمر المحامون غيحاولوا يركعوا الدوله المغربيه، ما عمر المحامون غيحاولوا يركعوا فيها. المحامون هذا الاتهام بهذه القسوه وبهذا العنف. تصور محامي كان محامي اصبح وزير ويطلق هذا الاتهام على عوائله، المحامون بغاو يركعوا الدوله المغربيه، يعني كيف كتفسر هذا النوع من التحريض؟ السي عبد اللطيف وهبي منذ حلولها على راس هذه الوزاره الشغل الشاغل ديالو ابرز التصريحات ديالو ضد المحامي، كلها ضد المحامي. عنده الحق في شي حوايج؟ ما عندوش الحق في حوايج. الضرائب دابا عاوتاني هو بلاتي وما يكونش هذا السيد باغي يخدم وباغي يصلح وعاوتاني انتم باغيين تبقاو عايشين خارج القانون مثلا في مجال ديال الضرائب، كلشي خلص الضرائب الا انتم، باش غتعيش هذه الدوله اللي ما خلصوش انتم الضرائب وكتدخلوا الملايير الملايير كما تيقول بعض الاوساط؟ الضرائب ديال المحامون هو مجرد حق اريد به باطل. كيف؟ لماذا؟ المحامون اغلبهم، اقول اغلبهم الذين توفر لهم امكانيات وباستطاعتهم اداء الضرائب
يقومون بضرائبهم بشكل عادي. طبعا هناك واحد فئات من المحامين ربما كانت غير مسجلة في جدول الضرائب، وهذا لا يعود إلى رغبتهم أو عدم رغبتهم في أداء الضرائب، بل للوضع الذي يعيشونه. فما نساوش أن هذا المحامون الذين يتحدثون عنهم السيد الوزير بأنهم لا يؤدون ضرائب، أغلبيتهم بدون مكاتب، أغلبيتهم مساعدين في مكاتب، أغلبيتهم لا يمارسون مهنة المحاماة بشكل واقعي. إذن كيفاش يمكن أن نتحدث عن أداء الضرائب دون وجود دخل باستطاعته أن يكون هو المدخل لأداء الضرائب؟ إذن كل اللي كيأدي اللي كيدخل، طبعا المحامي اللي كيدخلوا بشكل عادي اللي عندهم مدخول كيأديوا الضرائب ديالهم بشكل عادي. إذن تما كتعتبروا بأن السي وهبي تجنى عليكم؟ أنا أقول بأن السيد وهبي أقحم نفسه في موضوع ليس مختصين. عندي واحد السؤال، وأنا تحدثت عن أنه الوزير الوحيد في وزراء العدل الذي تأدت عن ضرائب المحامي. واش ما سبقوش وزراء عدل؟ واش ما كانوش قبول قبل منه وزراء عدل في المغرب؟ علاش ما تحدثوش عن ضرائب المحامي؟ ربما ما عندهمش الجرأة اللي عنده هو. لا ماشي جرأة، الجرأة المواجهة اللي واجهة الجرأة. كاين مواضيع كثيرة تحتاج الجرأة. واش يكون هاد المعارك اللي كيدير معاكم انتم وهاد الخراجات، كيدير خرجات مع المحامي، مره كيجبد معاكم هاد التصريحات باش تخرجوا وتهضروا معاه، مره كيخرج كيهضر على العقوبات اللي بحال دابا كتلقى بعض الاوساط كاين اللي تيقول لك هاد الوزير باغي يخدم وما خلاوش، وانه عنده مقترحات بحال مثلا ديال مول تجار المخدرات، عوض ما نديهم الحبس مثلا لدوك المستهلكين نمشيو نعالجوهم. مثلا الناس اللي لاباس عليهم علاش ما يخلصوش الحبس؟ اش كنربحوا من وسط الحبس؟ كاين اللي تيقول لك السيد مصلح، واش هو هاد المواجهات ديالو ديال مع المحامون هاد واش كتغطي على بعض الامور اللي زعما عنده ماشي مزيانه؟ هو يجب فصل النقاش الحديث على المحاماه وما يمكن ان يقوم به السيد وزير العدل. حتى انا باغي نفهم في اي سياق تيخوض معكم حرب شنو خلفيته؟ لحدود ساعه لا احد يعرف خلفيه السيد وزير العدل في الكثير من خرجاته في مواجهه المحامين. احيانا تجدها خرجات بدون مبررات وبدون اسباب وبدون مقدمات، عبارة عن فرقاعات إعلامية يريد من خلال السيد وزير العدل أن يسلط الأضواء عليه لا أقل ولا أكثر. ما يمكنش أي حاجة عندها أهداف. أنا غنعطيك واش ما يكونش، أنا نحاول أنا وياك، واش ما يكونش كاين واحد داخل بعض الأوساط المغربية، لا أقول كل، كاين بعض الأوساط عندهم واحد النظرة سلبية للمحامون، وهو كيراهن عليه يحصد ذاك الرضا الشعبي، هاد المحامون أنا كنواجههم، هذه الجانب كيربح فيها انقطاعات، ثانيا ربما كونكم كجسم، راه ما ننساوش أننا جسم محامون هو الجسم اللي بقى عصي على التطوير وبقى متماسك وبان في كورونا، واش ما كيصيفطش رسائل لجهة ما في الدولة أنا قادر نواجه هاد الجسم اللي ما قادر يقيسه لا الرميد ولا الناصيري ولا كاع الوزراء العدل، واش ما كيلعبش هذا الدور؟ ما تنساوش ان السيد وزير العدل تهمه طبعا سير اعمال الحكومه وتهمه منجزات الحكومه كما تهمه الانتخابات المقبله. السيد وزير العدل حاول في اكثر من مره دغدغات مشاعر المواطنين وذلك بالتحرك على المحامين. مثلا احدى خرجاته الاعلاميه السابقه تحدث عن انه رغبته في اخراج القانون المهني الجديد هو حماية المواطنين من المحامي. في إحدى تصريحاته مثلا في برنامج على ميديا اش كيقول؟ كيقول بأنه الغرض من إخراج هذا القانون الوجود هو تنظيم مسطرة التخليق في حق المحامين، علما أن القانون الحالي لقانون المحاماة وعبر التاريخ يتحدث عن التخليق، يتحدث عن التأديب. راه التأديب ماشي غيجيبوا لنا المحامي غيجيبوا لنا وبي بخلال المشروع ديالو القانون الجديد. ونذكروا السيد وبي راه كان معرض للتأديب. اللحظة اللي كان المحامي راه تعرض للتأديب. إذا واش ما كانش ديك الساعة قانون اللي كان ضمن مسطرة التأديب. الآن السيد وزير العدل كيقول أنه راه يريد فرض نمط جديد في التأديب. لا سيدي، راه القانون المشروع المسودد المشروع القانون الجديد لمهنة المحاماة لا يتضمن أشياء جوهرية تخص التأديب باستثناء بعض الجزئيات البسيطة على مستوى المسطرة لا أقل ولا أكثر، أما الجوهر فلم يتم تغييره. مخالفات المحامين ستظل هي هي، لم يمسسها أي تغيير، ومجالس المحامين ومجالس هيئة المحامين تقوم بدورها كما يجب على مستوى التأديب. والدليل أن السيد وزير العدل في تصريحاته المتكررة يتحدث عن
قرارات مجلس هيئه المحامين. اذا قرارات مجلس المحامين باي مناسبه؟ بمناسبه التاديب. قرارات حفظ ضمني اللي ربما ازعجت الوزير، خصنا نعرفوا شنو هي قرارات حفظ ضمني. راه الناس كتسمع ان قرارات حفظ ضمني اللي كيتاخذوها النقباء كيعتبروا انها جرائم. الامر ليس كذلك. الامر يتعلق بمخالفه او بمخالفات منسوبين للمحامين وطرف المشتكين لا ترقها حسب منظور النقباء الى وصف المخالفه، وبالتالي انا راه ما يمكنليش اي شكايه رتب عليها المتابعه. اذا اللحظه اللي كيكون شكايه عندها اثبات او توفر على وسائل اثبات راه كيمكن ناخذ المسطره التاديبيه، ولكن اذا كانت شكايه ما فيهاش اثبات اذا شنو غنديروا؟ نجرجروا المحامي المسطره التاديبيه بدون وجه حق؟ على ديك المسطره ما ننساش هذه النقطه في غايه الاهميه. القرار الاخير اللي خذات الهيئه ديال القضاء ديال مكناس نعم في حق المحامي عدلي نعم، واش زعما ماشي حشومه نتوما بعدا بعدا كما نقول كيف انت كيفاش كتجيكم القرار ديال المحكمه؟ انا اقول بان القرار ديال غرفه المشوره محكمه الاستئناف بمكناس كان قرارا منصفا في حق الاستاذ خالد عدلي. الاستاذ خالد عدلي وكما هو واضح للجميع لم يتابع لا من اجل خيانه الامانه ولا من اجل سمساره ولا من اجل رشوه ولا من اجل خيانه الامانه ولا من غيرها، تبع من اجل الراي. لم يجد انصافا في مجلس هيئه المحامين مكناس، فكان القضاء منصفا بالغاء الحكم بالتشطيب. لانه سي خالد السي رشيد هذه مهمه جدا، انت علاش قلت قبيله حشومه وخليتك حتى حشومه ما ناقش معك القضاء حتى الجوهر. تصور عاف عاف الشكل، انت نقيب ومكتب ما عارفش تصيغ حتى المتابعه ودير ديك الزمله كبيره سيد ما يطالعش على كذا، وهذا خرق حقوقي صافي. واش ماشي اهانه؟ واش هذا الوضع ديال هذا المحامي ماشي هو اللي كيخلي الوزير وهبي يستاسد عليكم اللي كيشوف هذا المستوى ديال المحامي بحال هكا ما يعرف يقاد حتى متابعه؟ في ملف خالد عدلي اتمنى ان تكون قضيه وطويت، لانه فعلا جروحها سيصعب مداواتها عبر الزمن، لانه حجم الحيف الذي مورس في حقه وحجم الخروقات الذي مورس في حقه وحجم التضييق الذي مورس في حقه بسبب ارائه لا على مستوى هيئه مكناس ولا مستوى ارائه في مجلس جمعيه هيئه المحامين المغرب ولا على مستوى مواقفه في مختلف الصفحات الاجتماعيه واللي هي كلها اراء كانت تدافع بغايه واحده وهي الدفاع عن مهنه المحاماه، مهنه محاماه قويه كما يريدها كل احرار هذه المهنه. وها سي رشيد فين وصل المشروع ديال القانون ديال المهنه وعلاش توقف الحوار بين الوزير وبين؟ طبعا مشروع قانون المهنه كيف ما كتعلموا جاء بناء على طرح مسوده جديده خاصه بالسيد وزير العدل، طرح مسوده بطريقه لم تراعي المقاربه التشاركيه التي كانت كنهج طبيعي في بين مكاتب جمعيه المحامين المغرب و وزراء العدل السابقين، لانه دائما اللحظه اللي كيكون رغبه في التعديل دائما ما يتم تشاور مع المحامين وتشاور مع المؤسسات المهنيه باعتبار الامر هو تنزيل لمبدا الدستوري لا اقل ولا اكثر اللي هي ليست منا من احد طبعا. هذه المقاربه غابت في البدايه عن السيد الوزير قبل ما نتكلموا على غياب المقاربه التشاركيه الحقيقيه في تعاطي السيد وزير العدل مع المشروع ديال قانون مهنه المحاماه. اولا السيد وزير العدل خارق واحد المبدا اساسي اللي هو مبدا استمراريه المرفق العمومي، لانه طرح ديال مشروع قانون مهنه المحاماه لم يكن بعد مجيء وهبي بل سبقه الى ذلك مصطفى الراميد وسبقه الى ذلك ايضا الاستاذ بن عبد القادر وقبل منه سي اوجار. اذا راه كانت سلسله لقاءات ومشاورات وكان تقدم كبير في النقاش ديال مشروع قانون مهنه المحاماه. جاء سي وزير العدل رمى ذاك المجهود كامل ديال وزراء العدل السابقين والمكاتب السابقه لجمعيه المحامين المغرب وطرح مسوده جديده لا تراعي هذه المقاربه بعد احتجاج المحامين اللي كانت في الاواخر ديال سنه 2022 واللي كانت الى جانب
محاور اخرى من هذه الضريبه ومن الامتحان ديال طرح الامتحان ديال الاهليه لولوج مهنه المحاماه. هنا اضطر الوزير في النهايه انه يخضع للمقاربه التشاركيه. انطلق المسلسل ديال اللقاءات والاجتماعات بين السيد وزير العدل ومكتب جمعيه هيئه المحامين المغرب، سواء في لقاءات كاتبه ديال الجيده او لقاءات على مستوى وزاره العدل. وفجاه توقفت اللقاءات. علاش؟ علاش؟ هذا هو مربط فرس. وزير العدل يحتج على مكتب جمعيه هيئه المحامين بالمغرب لعدم مساندته والدفاع عنه في الهجمة التي تلقاها من مختلف أطياف الشعب المغربي، من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية بمناسبة الامتحان ديال الأهلية لمزاولة مهنة المحاماه، الامتحان الأول ديال دوجان بير 2022 والنتائج ديالو وما صاحبها من لغط إعلامي تسبب فيه وزير العدل نفسه. إذن هنا وزير العدل اعتبر ان مكتب جمعيه المحامين المغرب تخلى عليه. مكتب جمعيه هيئه المحامين المغرب هو مكتب يضم نقباء ويضم اعضاء مجالس منتخبين لهم الاستقلاليه الكامله وليسوا ملحقين لوزير العدل، ولا يمكن ان يشكلوا باي حال من الاحوال دروعا بشريه للدفاع عن السيد عبد اللطيف وهبي بالدفاع عن اخطائه الكارثيه التي صاحبت اعلان الامتحان واعلاء نتائج الامتحان والتصريحات التي اعقبت نتائج الامتحان. اذا كان عوض ان نتحدث بشكل واقعي عرضت المسؤوليه بالمحاسبه وعن محاسبه السيد وزير العدل على اخطائه وعلى تعاطيه بهذا الملف، اختار ان يرمي الكره في ملعب مكتب جمعيه هيئه المحامين المغرب. وكانت النتيجه ان عوض ان يتم ترتيب المسؤوليات، كانت النتيجه هو تدخل الوسيط والتعليمات ديال رئيس الحكومه وزيره في العدل بتنظيم امتحان جديد. النتيجه والضحيه هي مهنه المحاماه وهؤلاء المتمرنين الذين نجحوا، لانه لاول مره في تاريخ المغرب كيداروا جوج امتحانات في ظرف اقل من 7 أشهر وعدد الناجحين يقارب 4600 ديال المحامين بدون اي بنيه استقبال من شانها ادماجهم في وسط مهنه المحاماه. كيتهمكم بعض بانكم كتكرهوا ولاد الشعب يخدموا، بانكم غوت يقول ما بغيش الناس يخدموا، ما بغيش المغاربه يدخلوا يخدموا، على مالنا مهنه حره وكل واحد كما تقولوا رزقه على الله، علاش ما كتبغوش الناس زعما ملي كتكونوا انتم معطلين كتبغوا الخدمه ها كتخدموا كتبقاو تقولوا لا وهذا الشيء خصو شروط. اخطر ما يمكن ان يتسرب لمخيال الشعب المغربي هو ان المحامون المغاربه ضد ابناء الشعب في ولوج مهنه المحاماه. مهنه المحاماه مهنه منظمه، مهنه مؤطره، مهنه تشتغل في اطار القانون، في اطار الاعراف والتقاليد. مهنه المحاماه ليست وسيله للحد من البطاله. لماذا؟ نطرحوا سؤال بطريقه اخرى، واش المحاماه او مكاتب المحاماه في المغرب قادرة على استيعاب 4600 محامي متمرن في ظرف سنة واحدة؟ مايمكنش. أجزم باليقين بأنه ليست هناك هيئة قادرة أو مختلف هيئات أنها قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من المحامي المتمرن. ما ننساوش بأن الفوج السابق 2019 كان 4600 محامي متمرن. أغلبيتهم ضلوا بدون مكاتب، أغلبيتهم لم يجدوا مكاتب حقيقية للتمرين. عدد كبير منهم لجأوا إلى مكاتب تسلمهم التزامات للتمرين كمجاملة فقط، وبالتالي أصبحنا أمام ظواهر هجينة
في وسط مهنة المحاماة. شكون المسؤول؟ المحامون. لا، المسؤولة هي الدولة، المسؤولة هي وزارة العدل التي تشرف على تنظيم تحال المحاماة. إذن كيفاش أنت كتعرف أن المكاتب غير قادرة أو الهيئات غير قادرة على استيعاب هاد أفواج المحامين المتمرنين ومازال عندنا مشاكل مع الفوج 2019 وكتجي في 2022 و2023 وكتنزل فوج آخر ب 1600 وحنا ما زلنا لم نستطع أن نداوي جراحنا من العدد السابق. المشكل ديالنا هو ما كنبغيوش نقولوا لولاد المغاربة الحقيقة، كنبغيو نوهموهم بأن المجالس هيئات المحامين المغرب والمحامين المغاربة ضدهم، بالعكس كنقولوا لهم أودي راه ما كاينش مكاتب والآن هما الأفواج اللي نجحوا راه يتسولون التزامات. كاين منهم اللي غيمشي كيمشي عند محامي ما عندوش 100 كيدور في بيرو وكيطلب منه التزام باش يمرنو. واش هاد المحامي قادر فعلا تمرينيك؟ واش المحامي اللي ما عندوش مكتب ميف مكتب متوفر قادر على انه يمرن محامي اخر؟ واش المحامي اللي ما عندوش مكاتب في المكتب او ميفات في المكتب كتروج بشكل يومي قادر على انه يمرن مكتب يمرن محامي او جوج؟ ما عندوش مكتب ما عندوش ملفات. كاين المحامين اللي ما عندهمش ملفات بالعدد الكافي لتمرين المحامي المتمرن. علاش والان نحن علاش القضايا كاينه بزاف؟ واش كاين الاحتكار؟ هذاك مشكل اخر. مشكل الاحتكار في الهيئات المحامي المغرب هو مشكل بنيوي. كاين شي شبكه بصح كنسمعوا شبكه فيها محامون فيها بوليس فيها اطباء فيها واش هذا الشيء صحيح ولا عائش؟ طبعا هذا من المواضيع المؤرقه لكل مجالس هيئات المحامي المغرب. كاين هاد اللوبيات؟ طبعا كاين اللوبيات كتشتغل في الخفاء بشكل منظم في مختلف المجالات. طبعا هادشي كله عنده اسباب. الاسباب الرئيسيه غياب تكوين حقيقي للمحامين المتمرنين. سي رشيد، التصريح ديال السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص المحاماه، قال المعهد 150 واحد سنويا غيبقى يخرج كمحامي، 150 فقط، وغادي تكون واحد 200-150 محامي في السنه، ما كانش كثر. بغيت تعليقكم هذا الرقم، واش معقول ولا ماشي معقول؟ لان كاين البعض اللي شافوا رقم يزيد، ثم دار واحد رصد العمليه ديال المحامي كيفاش غيدار في المعهد ويخرج لبرا ويرجع ويمشي ويرجع، وبان له الامر كانه يعني تعقيد. درنا في التكوين لمده 3 سنوات، السنه غيدوز فيها امتحان ويقرا سنه، خصو ينجح في الامتحان باش يمشي يدير التدريب ويرجع يمشي يدير واحد التكوين اخر في المؤسسات العموميه ويرجع ويدوز الامتحان عاد يكون محامي. تعليقكم على هذا التصريح ديال سيدي وهبي؟ طبعا هذه من المفارقات العجيبه في تعاطي السيد وزير العدل مع الامتحان ديال الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه ومع رؤيته لمستقبل مهنه المحاماه على مستوى الولوش. كيف السيد وزير العدل البارح يتحدث عن 4600 محامي وكانه امر عادي، وبالتالي حق المواطن المغربي في ولوج مهنه المحاماه، واليوم اصبح يتحدث على انه الدوله غير قادره على تكوين عدد يفوق 150 محامي. اذا هنا هذا اقرار ضمني من السيد وزير العدل بان المحاماه غير قادره على استيعاب هذا الكم الهائل من الفوجين الاخيرين. ثانيا على مستوى الرؤيه للتكوين، اعتقد ربما هذا كان مطلبنا كمحامين، بانه الطريقه التقليديه في التكوين اصبحت تؤرق هيئات المحامين ومجالس هيئات المحامين. علاش؟ اولا غياب الامكانيات، غياب الدعم ديال الدوله. اذا كان مطلبنا ان تحمل الدوله مسؤوليتها في المساهمه في التكوين. من هنا جاءت الفكره ديال التكوين عبر مراحل، سواء في المعهد او في الادارات اللي هي مرتبطه بالقطاع العداله، وبعدها انهاء فتره التمرين داخل مكاتب للمحامي. سيرشيد، واحد العباره قالها السي وهبي، شنو كيقصد بها؟ قال لك انتم باغيين تحولوا لساعي بريد مع البرلمان، شنو كيقول؟ كاين واحد القضيه سيعرفوها السيد المحامون، انني انا وزير ومشرع كنتساهم في عمليه التشريعيه من خلال مشاريع القوانين
لست ساعي البريد نجلس مع جمعيه المحامين يعطوني القانون نجيبو للبرلمان، هذا ماشي دوري. السيد وزير العدل ماشي اول مره كيستعمل هذه العباره ديال ساعي البريد. انا هنا والسياق ديالها شنو هو؟ السياق ديالها هو انه لا يمكن ان يلتزم بالمبدا الدستوري المتمثل في المقاربه التشاركيه. هذا الشيء اللي حاولت مختلف هيئه المحامي المغرب وخاصه مكتب جمعيه المحامي المغرب انها تنهجوا مع السيد وزير العدل، لانه الغرض ديالنا شنو هو؟ الغرض ديالنا هو اخراج قانون المهنه في مستوى التطلعات ديال المحامين، ماشي الغرض ديالنا هو نحوله الى ساعي البريد. ولا اعتقد ان الالتزام ديال السيد وزير العدل بتنزيل مبدا المقاربه التشاركيه سيحوله الى ساعي البريد، والا لا تحدث السيد وزير العدل عن كل القطاعات. علاش ما كاينش يتكلم مع السلطه القضائيه في القانون الاصدري في القوانين المرتبطه بالسلطه القضائيه؟ علاش ما تكلمش انه يتحول ساعي البريد؟ من كان دار لقاءات مع مفوض القضائيين علاش ما تكلمش انه يتحول ساعي البريد؟ من تكلم مع العدول ولقاءات معهم علاش ما تكلمش على انه يتحول ساعي البريد؟ ولكن مع المحامين حيث كيطالبوا حقهم في اقرار مقاربه تشاركيه حقيقيه اصبح يلوحوا بانهم يريدوا ان يحولوا ساعي البريد. لا سيدي، عنده شي اقتراحات ايجابيه كتبان لكم من الحوايج اللي جاب زوينه في اصلاح العداله ولا القانون الجنائي ولا القانون؟ اعتقد حدود ساعة. واش يقدر تقول لا طلبت منك عطيني شي حوايج زوينه في وهبي؟ دابا السلبيه قلناها، واش شي حوايج اللي كيبان لك جاب شي اقتراح تقول هذا مثلا العقوبات البديله بحال مثلا اللي كيستهلكوا المخدرات قال بانهم علاش غيمشيو للحبس هادو يمشيو يتعالجوا، واش ماشي هذا مقترح معقول خصو يدعم؟ اولا اولا مثلا الناس اللي لاباس عليهم علاش عندهم الحبس؟ اولا هذا النقاش العقوبات البديله ماشي هو نقاش السي عبد اللطيف وهبي، هو نقاش ديال المجتمع المغربي. ولكن دائما السي عبد اللطيف وهبي يحاول ان ينسب الى نفسه اشياء هي في الحقيقه لا تعود له. النقاش ديال العقوبات البديله هو نقاش ديال تعاطي الدوله مع الجريمة، لأن الغاية من العقوبة بشكل عام ليس هو التأديب أو الزجر فقط، بل الغاية هي الإصلاح، إعادة الإدماج. إذن العقوبة البديلة جاية في هذا السياق اللي تم لا مش ديال طعان، هو سياق ديال نقاش حقوقي، نقاش قانوني، نقاش فقهي كان منذ زمان وربما حال الوقت لانه حال الوقت لان يخرج الى حي زوج. جوج نقاط سي رشيد ارجوك باقتضاب شديد تعليق قليل منكم. الاولى سي وهبي فيديو حنا غنعرضوه كيقول بالحرف على انه الا كانت شي مليون ما كينفذوش ليك، والا كان مليار كينفذوا لك. علاش؟ لان المليار فيه ما يتعطى. السيد الرئيس راح غريبه في هذه البلاد هذه، الا كتسال مليار ينفذوها لك، إلا كتسال 10000 درهم والله ننفذوه لك، لأن مليار فيه ما يتعطى، 10000 درهم ما فيهش ما يتعطى. تعليقكم. وهذا اتهام خطير. هذا اتهام خطير وينم عن فهم سطحي. ماشي عنده الحق؟ لا ما عندوش الحق. لا ما عندوش الحق. كيقول داك الشيء اللي كيشوف. وحشو ما يتقال كلام من الوزير بهذ اللغة. لانه ماشي كان ديال المسؤول في الدوله. شكون الجهه دابا هنا المستهدفه؟ الجهه المشرفه على التنفيذ هي المحاكم. طبعا بمساعده المفوضين القضائيين. لا بغينا نحدوا مزيان، شكون اللي متضرر من هذا التصريح بالضبط؟ اللي كينفذوا الاحكام الماليه، شكون اللي كينفذ؟ المتضرر من هذه الاحكام اولا هي الصوره ديال العداله في المغرب. قضاء. لان السيد كيحطم الصوره ديال العداله في المغرب بهذا النوع من التصريحات. ما كتكلم على الناس كيعطيو، راه كلام خطير. راه كلام غير مسؤول، راه كلام يمكن له يصدر عن جهات حقوقيه ترصد الخروقات، ممكن يمكن يتكلم على محامون كيتكلموا على خروقات مسار التنفيذ، ممكن. ولكن انت سيدي وزير العدل كتقول هذا الشيء، راك انت هو المسؤول على قطاع العداله، راه هو المسؤول الاول عن تنفيذ الاحكام. راه هذوك الرؤساء كتاب الضبط ورؤساء المحاكم في الشق المتعلق بالتنفيذ راه يخضعون يعني السلطه ديال السيد وزير العدل. لا هما مخلاش 5 مليار ديال هذا مشكل اخر. واخا سي رشيد نخلي لك كلمه اخيره باقتضاب شديد. واش نعطيك كاع بغيت كلمه تكون في هذا الاتجاه اللي غنسولك. يلا سول. المحاماه في موقع قوه ام في موقف ضعف؟ ونزيدك باش ما نقاطعكش في الكلام. ملي كتشوف
جمعيه تتسول لقاء مع وزير، واسمح لي لهذا التعبير، كنهضروا على حيت المحاماه شان مجتمعي، حنا كنبغيو نشوفوكم واعرين، شفناكم في الاخر الجمعيه كتخرج على كل وزير ما باغيش، كنعرف بانك الوزير يطلبك وانت تبقى طالع للجبل، اليوم كتسولوا لقاء مع وزير، شكون اللي وصل لكم لهذا المستوى؟ في كلمه، في كلمه اقول بان من المحاماه دائما كانت في مواقف قوه، ولكن مكان من ضعف كانت وصل احدى اقوى مكامن الضعف في مهنه المحاماه هو ضعف ديال المؤسسات المنتخبه. علاش الانتخابات ما كدوش نزيهه؟ علاش كيبقى التصمصير في بعض؟ علاش ما قدرتوش ديروا انتخابات تجيب طاقات؟ كاين شباب كنشوفهم انا بعد لي في مكناس، ما غنقولش انت تقول لك عا كدير حمله انتخابيه ليك، انت انا كنعرفك انت زاهد في هذا، كاين عدد من الطاقات كنعرفهم محامون في المغرب، هات علاش النقباء السابقون رجع الله علاش ما يعاونوش الطاقات؟ هذا هو باش غتواجهوا الفساد، يطلعوا شباب يطلعوا نقباء جداد وجوه جديده، انت كتلقى نقباء بعضهم كيتذكروا في ملفات ينذر هالجابين، شنو اللي كيحول؟ اللي كيحول هو التقوي ديال اللوبي الفساد داخل مهنه المحاماه. كاين لوبي؟ قوه لوبي الفساد داخل مهنه المحاماه اصبحت تعقل العمل ديال المجالس في هيئات كثيره من هيئات المحامي المغرب. الانصاري نقطه قوه ونقطه ضعف. الانصاري كاد المهم قرب يدفنها يدفن الجمعيه. الانصاري اكثر رئيس جمعيه أضعف مهنة المحاماة. أضعفها. وهبي يستغل وجود الأنصاري. طبعا وهبي يستغل وجود الأنصاري. ودار في الجمعية ما دار في الجمعية. سي رشيد رشيد أيت بالعربي كنشكرك ونتمنى نتلاقاك شي فرصة أخرى إن شاء الله. بهذا متبعات ومتبعي القناة نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى